فضيلة الشيخ، في الآن أقنعة على شكل صور يلبسونها، على الشكل ايش؟ على شكل صور، أقنعة مخيفة تباع في المحلات نعم. ويشترونها الناس يلبسونها، هل فيها شيء هذه؟ لا هذا شيء ايش؟ يلبسونها، يفتادون، يخوفون الناس وكذا، يخوفونهم كذا، يخوفونهم. أرى أن هذه الأقنعة محرمة، لا بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها ولا استعمالها، لأنها مضيعة مال لا فائدة فيها إطلاقا، وكل شيء لا فائدة فيه فبذل المال فيه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. ثانيا أنها مشوهة، مشوهة ترعب الصبيان وتخيفهم، وتبقى هذه الصورة المرعبة في مخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله، فلا أرى جوازها، أرى منعها، ولا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا أن يبيعها ولا أن يقتنيها ولا أن يستعملها. نعم.